عيال شف وش ذا؟ علاج. رحت للدكتور قلت له بطني عورني وكذا من الباب شيك كذا بالنظر صرف لي علاج. بطنك كان يوجعك صدق طيب؟ لا يا رجال استهبال بس كذا ببلاش، تعرف ايش فيه ببلاش، علاج ببلاش. والله يا عيال ترى سالفة ان عندنا دكتور في الاستراحة ترى شيء رهيب. تفكر زيي نستفيد منه صح؟ لا لا يا عيال بلا مبزرة يا شيخ بتطفشون رجال عيب. شوف شوف الدكتور. سمعت؟ ثاني؟ شوف في صوت هنا تحت ما ادري وش هو ذا. لا هذا شد عضلي بسيط ما عليك. يعطيك مرهم وضبط امور. لا بس هنا الالم يجي دائما. السلام عليكم. ايش قاعد تسوي هنا؟ قاعد اوري ركبتي فيه الصوت ذاك اللي كل شوي يطلع. دكتور معليش على الازعاج بس احس عندي صداع من هنا. انا مو توم معالجك في الريسبشن عندك نفخه في بطنك. هذا القانون اموري تمام الحين بس لا الحين قاعد احس بصداع يعني كذا الم غريب هنا ما اعرف. هنا ورضنا اللي يجي هنا عرفته؟